يمكننا أن نهتدي إلى هذه في قضية الإعجاز. القرآن لم يأتي ليعجز، هذه أولا. ثانيا، القرآن إمام متبع، إمام متبع، ويفترض أن تفترض أو أن تحضر القيم القرآنية والموازين القرآنية نفسها على العلم وغير على غير العلم لكي تضبط أطوره المنهجية والمنهاجية، لكي تدفع بعقل الإنسان وبوعي الإنسان لكي ينطلق من الوقائع الجزئية لكي يؤلف بينها ليستجمع الصورة النهائية التي في النهاية هي مراد الله سبحانه عز وجل. فلو قلنا بأن القرآن جاء بما يعجز، والمعجزة من الفعل أعجز، وأعجز بمعنى أقعد، ويستحيل للإنسان أن يبلغ ما بلغه القرآن مهما حاول ومهما عمل، إذا أخذناه بمنطق الإعجاز. لكن لو أخذناه بالمنطق القرآني ذاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فنحن بإزاء قراءتين، قراءة تقول بإراءة الآيات، إظهار الآيات، وقراءة أخرى تقول بالإعجاز. ثمار التربوية والمنهجية للرؤيتين مختلفتان فيما أقدر، بين كتاب يدعو أيها الناس سأريكم آياتي في أنفسكم وفي آفاقكم فانفذوا إذا استطعتم، وابحثوا عن السلطان إذا استطعتم، ولا سلطان إلا سلطان الله من خلال التعليم الأسماء ومن خلال العلم ومن خلال ومن خلال ومن خلال. لو كان إعجازا، لو كان إعجازا إعجازا لا أقعد الإنسان ولا ما استطاع. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، ولو جاءوا الإعجاز في الإتيان بالقرآن، وليس الإعجاز العلمي بأن المضامين التي في القرآن يعجز الإنسان، ليس الإعجاز في فهمه. أحسن، هذا الذي نريده، لا نريد أن نقدم قرآن. قلت لك أنا عنوانه، ولكن شيخ ما الذي يروج على أساس أنه إعجاز علمي، بمعنى أن ما اكتشفتموه هو عندنا ونحن سباقون عليكم، وقد توصلنا إلى هذا قبل 14 قرن. أنا أتحفظ على مصدر. هذا ليس صحيح بالمناسبة، الذين يقولون هكذا الرائج حتى الواقع يكذبهم، لأن الذين يقولون هذا لم يكتشفوا. عندما يأتي من يقول مرج البحرين يلتقيان ويقول أنا وجدتها، لا يصح أن نقول أنه نحن ما وجدناها، نحن قرأناها لم نجدها. الإعجاز على مستوى أن يأتوا بمثل هذا القرآن بصورة، بعشر آيات أو بصورة أو بالقرآن، أو بالقرآن كله. أحسنت، نعم صحيح. لكن أن نقدمه لوغاريتمية للناس هذا خطأ، فإنما يسرناه بلسانك. وفي سورة القمر ذكر 4 مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، جاءت على معنيين، فهل من مدكر بمعنى متفكر، وهل من مدكر بمعنى متعظ. فالقرآن جاء للتذكيرة وللعظة. شيخ مسلم معذرة، ونورط القرآن في تفسيرات ساذجة جدا. الإنسان بدأ يفتح الفضاء أو بلغتهم يغزو الفضاء ويصور الأرض على أنها كرة، وأنها كرة زرقاء في كون باهت، والقوم لا يزالون يصرون تحت تأويلات ساذجة جدا بأن الأرض مسطحة وأن الإنسان يستحيل أن يصعد إلى الفضاء وأن ما يقال هو كذا وكذا وباسم القرآن. معنى هذا أننا في نوع من الاحتدام أو التدافع أو سميه إذا شئت معركة بين تأويلات أو بين قراءات تحرر القرآن ونتحرر بالقرآن، وبين قراءات لاهوتية أو قراءات هي قراءات عظينية كما أشار الشيخ موسى قبلا، هي قراءات عظينية تجزئية تقتل القرآن باسم القرآن كما تقتل الوعي المفتوح باسم الوعي المحدود. القرآن يدعونا إلى عقل منفتح متحرر من إسار المعصية بالمعنى المركب، المعصية النفسية الأخلاقية الجزئية البسيطة، إلى المعصية الحضارية الكبرى. فنحن نعلم أبناءنا ربما أساليب من المعرفة ومن العلم تقعد عن الانطلاق وتحول دون وصولنا بالقرآن إلى المستقبل. فالقرآن وحي ووعي، القرآن في المستقبل، ومستقبل القرآن. كان ذلك موضوع هذا العدد من برنامجكم لقاء القناة باسمكم.